بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستمر بمشيئة الله تبارك وتعالى في شرح القواعد الفقهية، وذلك من كتاب قواعد الفقه الكلية رؤية عصرية، الكتاب القيم الذي ألفته لجنة من كبار علماء وزارة الأوقاف والمتخصصين في علوم الفقه والأصول والدراسات الإسلامية، وذلك بمراجعة وتقديم ومشاركة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حفظه الله، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. وهو كتاب قيم يقدم بطريقة عصرية القواعد الفقهية في ضوء التطبيقات المعاصرة، والتي تصادف في هذا الوقت تحديدا ذلك المستجد الذي قد دهم العالم كله، وهو فيروس كورونا، الذي يعني أظهر مدى الحاجة إلى العمل بهذه القاعدة اللي هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد بنى دينه الإسلامي الخاتم على قاعدة اليسر ورفع الحرج عن الناس، واليسر معناه أن يكون الأمر الذي يكلف الله به عبده ميسورا عليه في القيام به، فلا يكون فيه مشقة ولا يترتب عليه عسر ولا يكلف الإنسان ما لا يطيق. وقد تضافرت الأدلة الشرعية على بيان هذا الأصل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الإجماع أيضا، لأن الإجماع منعقد على أن أحكام الله تبارك وتعالى مبنية على اليسر والتخفيف ورفع الحرج، وأن كل أمر فيه مشقة مرفوع عن الناس عملا بقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويدل على ذلك مع هذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز من قائل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله عز من قائل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك أيضا تضافرت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن التيسير مقصود في شرع الله تبارك وتعالى، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وما روي في التطبيقات الفقهية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وحفلت التطبيقات الفقهية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته التي تدل على أن اليسر ورفع الحرج من أصول شرع الله تبارك وتعالى، وذلك في تطبيقات كثيرة كان الناس يشقون على أنفسهم فيها. وليس أدل على ذلك من قصة الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ولما أخبروا عنها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فقال أحدهم أما أنا فإنني أقوم الليل ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأشدكم خشية له، ولكنني أقوم وأرقد، أقوم الليل وأرقد وأصلي وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن هذه الأمور الثلاثة هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن اليسر ورفع الحرج عن المكلفين من أصول الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك صح عنه وذلك فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم ده مكان بين مكة والمدينة، وصام الناس ثم بلغه أن الناس قد شق عليهم. قالوا له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم السفر والحر وقسوة الطريق، وبالتالي أصبح الصوم عسيرا عليه، أي ليس على منوال اليسر الذي يريده الله عز وجل أو الذي نزل به الشرع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن أخبر بذلك دعا بقدح ماء وشرب منه بعد العصر، يعني فترة بعد العصر دي يعني كان المغرب قد اقترب، ومعنى ذلك أنه لو كان الأمر مبنيا على التشديد وعلى المشقة لا استمر في الصوم رغم ما بلغه من قسوة الصيام وتأثيره على المصلين، لكنه فترة صلى الله عليه وسلم وأفطر من رمضان والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام الآخرون. ولما بلغه أمر أولئك الذين تمسكوا بالصوم قال: أولئك هم العصاة، يعني حتى الذين تمسكوا بالصوم مع وجود المشقة أو مع وجود دواعي الرخصة التي ترخص لهم في الفطر قال إنهم عصاة، لأنهم رفضوا رخصة الله تبارك وتعالى ورفضوا التيسير. وقال فيما لما سئل عن الرخص، أي الأمور التي تيسر على الناس أداء العبادة عندما يشق عليهم القيام بها، قال: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم، ألا فاقبلوا صدقتها، أي أن هذه الرخص هي تخفيف من الله تبارك وتعالى على من يؤدون هذه العبادات، وأن الناس يجب عليهم أن يتقبلوا هذه الرخص لأنها هدية من الله تبارك وتعالى، وإذا كانت هدية من الله فلا يجوز لهم أن يردوا على الله هديته. وفي هذا يقول الإمام أبو حنيفة: إن الملك من الناس، أو أن ملك الناس إذا أهدى لأحد رعيته هدية فإنه من العيب أن يرد عليه هذه الهدية، فما بالنا بملك الملوك سبحانه وتعالى وقد أهدى عباده هدية تتمثل في التخفيف عليهم في أداء العبادات وفي أداء ما كلفهم به، إن هذه الهدية تقتضي منهم أن يتقبلوها عن الله تبارك وتعالى بطيب نفس وانشراح صدر، وعليهم أن يمتثلوا لهذه الرخص. ولذلك عند الإمام أبي حنيفة إذا تعارضت الرخصة مع العزيمة فإن العمل بالرخصة في هذه الحالة هو التي يترجح، خاصة إذا تعارضت الرخصة مع العزيمة أو أصبح أداء العزيمة أمرا شاقا. وحتى في السفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني كأنه قد نفى البر عن الصيام مع وجود الرخصة التي يعني تقتضي التخفيف والتيسير، وذلك بالفطر وقضاء عدة من أيام أخرى. ولما تكلم الله عن الصوم في كتابه الكريم في سورة البقرة قال: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات الكريمة تتحدث عن الرخصة وعن العزيمة، العزيمة التي هي الصيام، وقد جاء الصوم كما أراده الله عز وجل أياما معدودات في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والذي فرض فيه الصيام شهرا كاملا. ثم بيّن أن هذا الأداء ليس مطلوبا في جميع الحالات، وإنما رخص لمن لا يستطيع أن يؤدي هذه الفريضة بأريحية ويسر وعدم وجود المشقة التي تثقل عليه أداء العبادة. قال: فمن كان منكم، وخاصة في حال المرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني عليه أن يفذ هنا حسف معلوم من سياق الخطاب ضرورة، وهو أنه إذا لم يستطع فليفطر وليقضي بدل هذا الفطر عدة من أيام أخر، كأن الله عز وجل
يؤجل أداء الفرض لحين قدرة الإنسان أو انتفاء المشقة عنه. ومثل هذا الأمر اللي هو التأجيل يعتبر نوع من أنواع الترخيص، كأن الله يؤجل العبادة، كأن الله يؤجل حقه، كما يحدث في المعاملة بين الناس، ولله المثل الأعلى، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني إذا تعذر على الإنسان المدين لشخص أن يؤدي الدين في الوقت المتفق عليه ولم يكن عنده مال، فنظرة الميسرة هي الحل الذي يمثل يسر الدين في أداء المعاملات، لأن التيسير ليس في العبادات وحدها، وإنما التيسير في العبادات وفي المعاملات أيضا. فالمبدأ عام في كل فروع الشريعة الإسلامية في جميع الأبواب، حتى في الأحوال الشخصية وفي أبواب المعاملات وفي الحج وفي غير ذلك من المعاملات التي شرعها الله عز وجل، فالتيسير ورفع الحرج مبدأ إسلامي، ليس في العبادات وحدها ولكن في العبادات وفي المعاملات وفي العلاقات الدولية وفي العلاقات الإنسانية وفي العلاقات الأسرية وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي نزل بها الدين الحنيف. كذلك أيضا من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في السفر، كان يسافر مع أصحابه في رمضان، فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، أي الذي أخذ برخصة الصوم أو الذي أخذ برخصة الفطر، أو الذي أخذ يعني الذي صام عملا بالعزيمة والذي أخذ برخصة الفطر عملا بالتيسير. فكان لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لأن المسألة بتتعلق بالقدرة، لأن مسألة المرض وكذلك أيضا المشقة من الأمور الشخصية التي لا يعلمها إلا الشخص. المعيار في المشقة التي تجلب التيسير معيار شخصي، حتى المرض معيار شخصي، فالإنسان هو الذي يستطيع أن يتبين مدى قدرته على الصوم أو عدم قدرته، وكذلك أيضا المشقة، الإنسان هو الذي يستطيع أن يخبر عن وجود المشقة بالنسبة له أو عدم وجودها. هذا أمر لا يعلم إلا من جهة المكلف، والقاعدة أن كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فهو أمين عليه، كأنه إذا فطر لا يجوز أن أتهمه في دينه أو أنه متساهل في دينه أو أنه لا يحترم قواعد الشرع، وإنما علي أن أحترم إرادته أو قدرته أو أحترم أمر الله فيه، وذلك حين جعل الله اليسر من أصول شرعه أو التيسير على المكلفين من أصول الشرع، فاليسر ورفع الحرج من مبادئ التشريع الإسلامي. كأن مسألة التكليف هنا قد جاءت في إذا كان الله تبارك وتعالى قد شرع الأمر على أصل العزيمة فإنما هو للقاضي، وبالتالي إذا حدث ما يؤثر على هذه العزيمة وذلك بالمرض أو العجز عن الصيام بأي سبب من الأسباب وذلك كالمرضع وكالحامل وغيرهم وغيرهما من وغيرهن من الحوامل والمرضعات وغيرهن ممن لا يستطيعن الصيام، سواء كان ذلك بسبب رعاية الطفل أو بسبب الحمل أو ما إلى ذلك، هذه أمور لا تعلم إلا من جهة الإنسان ذاته. وبالتالي فمسألة تقرير الطبيب أو إن الطبيب يتدخل، الكلمة الأولى للشخص فهو الأمين على نفسه، عملا بالقاعدة التي قلتها والتي تنص على أنه كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فهو أمين فيما يخبر به عن نفسه، وذلك وهذه القاعدة لها فروع كثيرة تتفرع عنها، ومنها الإخبار عن المرض. كذلك أيضا ليس المرض وحده، وإنما الخوف من المرض، وذلك بأن يخاف الإنسان على نفسه من حدوث مرض له، أو أن يخاف تأجيل الشفاء، أو أن يخشى زيادة المرض عليه. كل هذا الخوف بيعتبر من الأمور التي يرخص للإنسان فيها بالفطر، ولا تثريب عليه إذا هو أفطر تلافيا لهذا الخوف، لأن الخوف في ذاته بيمثل قادح من قوادح النية في العبادة، فالإنسان الخائف لا نية له، وبالتالي إذا كان الإنسان خائف من إن الصيام بتاعه سيؤدي إلى المرض أو سيؤدي إلى زيادة المرض أو إلى تأخير الشفاء، يبقى هذا الخوف في ذاته سيترتب عليه أن النية لن تكون خالصة، وأنه سوف يكون متوجسا خيفة من الضرر الذي سيلحق به، ولا تكون نيته في طاعة الله عز وجل خالصة، ولذلك أعفاه الله عز وجل من هذا الأمر.
وأعطاه رخصة التأجيل إلى وقت آخر يستطيع أن يؤدي فيه هذا الفرض، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى على الناس، عملا بقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك أود أن أنبه على أمرين. الأمر الأول أن المرض والإخبار به هو أمر يعلم، والمشقة كذلك كالمرض هو أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان، فهو الذي يقرر ما إذا كان سيصوم أو لا يصوم. الأمر الثاني أن الخوف من المرض يعتبر في حكم المرض، لأن مقدمة الشيء لها حكم، أو ما يوصل إلى الشيء له حكم الشيء. ولأن الخوف كما قلت من زيادة في المرض أو تأخير الشفاء سيؤدي بالإنسان إلى أنه هو يبقى متوجس خيفة، والإنسان الخائف لا نية له، أو ستكون نيته مجروحة. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإخلاص النية لله عز وجل في أداء العبادة لن يكون متيسرا مع وجود المرض، أو مع وجود الخوف من المرض، أو مع وجود الخوف من تأخير الشفاء، أو مع وجود زيادة المرض. وبالتالي يبقى له أن يفطر وله أن يقضي عدة من أيام أخر، كما قال الله عز من قائل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله عز وجل الذي تكلم عن الصوم تكلم أيضا عن رخص الصوم التي يجوز للإنسان أن يؤجل فيها الصوم ويقضي عدة من أيام أخرى في نفس الآية الكريمة وفي نفس القول الكريم الذي تحدث فيه عن الفرضية وعن المشروعية. إذن العمل بالرخص من الأمور التي تعتبر أصل من أصول التشريع الإسلامي. فإذا كان الله عز وجل قد شرع التكاليف وجعلها على أصل مشروعيتها وفقا لما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر بها قد جاء مجملا عن الله تبارك وتعالى في قوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد أمر بإقامة الصلاة إجمالا، لكنه لم يبين عدد الصلوات ولا عدد الركعات ولا هيئة الصلاة ولا شروطها ولا غير ذلك من الأحكام الفقهية التفصيلية التي تتعلق بأداء هذا الركن الإسلامي المهم. وبالتالي يبقى الذي يبين ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فلما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المعهودة، وهي أن تؤدى عينا وكاملة في أوقاتها وفقا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات، والصبح 2 ركعات، وهكذا الصلاة بأعدادها وهيئاتها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عنه أيضا أن الإنسان إذا اعتراه مرض ولم يستطع أن يصلي الصلاة المعهودة بالوقوف وبالركوع وبالسجود، فإنه يستطيع أن يصلي بالهيئة التي يقدر عليها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلي قائما. فإن لم تستطع، يعني من لم يستطع أن يصلي واقفا أو قائما فليصلي قاعدة، فإن لم تستطع أن تصلي قاعدا فمستلقيا تومئ بعينيك، يعني إلى هذا الحد رخص الله تبارك وتعالى للمصلي أن يؤدي الصلاة بالكيفية التي يقدر عليها. فإذا كانت العزيمة أن يصلي الإنسان واقفا بالهيئة المعروفة، فإنه إذا لم يستطع أن يصلي واقفا يصلي عن قعود، وإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي نائما مستلقيا يومئ عينيه. طب من الذي يقرر ذلك؟ الذي يقرر ذلك هو الشخص، لأنه مؤتمن على هذا. وقد قلنا إن القدرة على الوقوف أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان، وعدم القدرة على الوقوف أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان، وهو أمين فيما يخبر به عن نفسه. فإذا وجد الإنسان إنسانا يصلي قاعدا فلا يجوز أن يلوم عليه، وإذا وجده يصلي نائما مستلقيا فلا يجوز له أن يلوم عليه أو أن يتهمه بقصور أو غير ذلك من الأمور. يبقى هنا الهيئة ذات نفسها تغيرت لعدم القدرة، أو عملا بمبدأ التيسير الذي شرعه الله عز وجل وجعله أصلا من أصول دينه. كذلك أيضا يمكن أن يكون التيسير بالتقديم أو بالتأخير، فيؤجل مثلا أداء الفرض إلى وقت الفرض الآخر كالجمع بين الصلاتين،
فيجوز أن يجمع الإنسان بين الظهر والعصر فيصلي العصر مع الظهر، أو يؤخر صلاة الظهر فيصليها مع العصر، هذا جمع تقديم أو جمع تأخير، فيؤخر الظهر حتى ويصليه مع العصر، أو يقدم العصر ويصليه مع الظهر. ده وقد يكون الأمر متعلقا أيضا بالهيئة، وكذلك أيضا التقديم والتأخير، وكذلك أيضا القصر، فقد يكون تكون ذلك قد يكون التخفيف بإنقاص العدد، فالصلاة الرباعية مثلا تصلى في السفر ركعتين، وقد يكون ذلك بالإبدال التغير الهيئة تماما. فإذا كان الوضوء من الأمور المشروعة كشرط لوجوب الصلاة أو كشرط لصحة الصلاة، فإن هذا الوضوء إذا تعذر استعمال الماء فإن الإنسان يجوز له أن يتيمم بالتراب، وبعدين فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التراب أو التيمم بالتراب بديل عن الوضوء بالهيئة المعروفة، وذلك في حالة ما إذا تعذر وجود الماء أو كان الماء موجودا وكان الإنسان بحاجة له في الشرب أو في ما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها والتي تتعلق بحفظ النفس، فإن لم تجد ماء، أو كان موجودا وتعذر عليه أن يستعمل هذا الماء لشدة البرد أو لخوف تلوث الجرح أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يستعمل الماء. فالعجز عن استعمال الماء مع وجوده مثله كمثل فقد الماء تماما بتمام في التيسير ورفع الحرج عن الناس. ولا يجوز للإنسان أن يكف عن الرخصة، إذا كف الإنسان عن الرخصة ثم ترتب له ضرر فإنه سيتحمل الإثم أمام الله عز وجل. يدل على ذلك ما روي عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، واحد وقع عليه حجر فشده في رأسه، ثم نام وأصبح جنبا، فسأل أصحابه، بيسأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة، يعني هو الدنيا برد، الجو كان باردا لدرجة الخطورة، وبعدين هو بحاجة ماسة إلى أن يزيل الجنابة، فلما سألهم قالوا لا نجد لك رخصة، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. هم بصوا للقدرة على الماء في هذه الحالة، القدرة المادية دون اعتبار للمآل أو دون نظر إلى المآل الذي يترتب عليه هذا الضرر. هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. لما اغتسل لحق به ضرر وأدى ذلك إلى وفاته، لأن الجرح قد تلوث أو لأن صحته لم تتحمل الماء البارد مع الجرح، وأدى ذلك إلى موته. فوقع المحظور أن العبادة صارت سببا لقتله، والإنسان مطالب بأن يحمي نفسه أو أن يستعمل الرخصة وجوبا في هذه الحالة. لكن الذي جنى عليهم هؤلاء الذين أفتوا، هؤلاء المتشددون أو الذين أفتوه بالتشدد، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليفتوه قصدا لقتله، وإنما رأوا ذلك صوابا واجتهدوا في هذا الأمر، وهم يبتغون الحق ولا يريدون الإضرار به. لكن ترتب على هذه الفتوى أو على هذا الأمر أنهم تسببوا في موت هذا الرجل، ولذلك دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، يعني الإنسان إذا ما كانش يعلم حقيقة الأمر ويستطيع أن يجيد علم الفقه وعلم الأحكام بعزائمه ورخصه، أما كان يعني له أن يسأل، يعني إذا ما كانش عارف يبقى يسأل من هو أفقه منه أو أعلم منه، فأما ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، يعني الإنسان الذي لا يفهم أو الإنسان الذي لا يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي على نحو صحيح جزاؤه السؤال، يروح يسأل. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما شفاء العي السؤال، العي هو الإنسان الذي لا يفهم أصول الحكم الشرعي،
فما كان يكفيه، أما إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. هذه هي الرخصة، ولو أنه قد فعل هذه الرخصة لا سلم وغنم ولا استطاع أن يؤدي العبادة مع حفظ نفسه، لكنهم أفتوه بالشدة فاستعمل العزيمة في حال أنه كان يجب عليه أن يستعمل الرخصة، ولما استعمل العزيمة واغتسل في البرد وهو عاجز عن الماء في ظل الظروف الجوية وفي ظروف البرد الذي كان يعيش فيها هؤلاء القوم، أدى ذلك إلى وفاته. وهنا فائدة، هو أنه يجب علينا أن نستعمل الرخصة في هذه الحالة. إذا كانت الرخصة سبباً لإحياء النفس فإنه يجب على الإنسان أن يستعمل هذه الرخصة، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بهذا الأمر، وهذا دليل على أنهم قد أثموا بهذه الفتوى. ولعل في هذا الدعاء عليهم ما يحذر أولئك الذين يتشددون على الناس في الفتاوى ولا يفتحون أمامهم باب الرحمة، فإذا ما سئلوا عن أمر لم يجيبوا إلا بما هو شديد، وكأنهم يظنون أن الجنة لا تنال إلا بالتشدد، أو كأنهم يريدون أن يحاجوا الله عز وجل بالتشديد على أنفسهم. ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج رجلا يتهادى بين ولديه يمشي متعبا منهكا مكدودا، فسألهم ما شأن هذا الرجل؟ قالوا له يا رسول الله إن هذا الرجل أبانا وإنه قد نظر أن يحج ماشيا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التفكير وقال لهم والله إن الله تبارك وتعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني. الله عز وجل لا يريد أن يعذب الناس بأداء العبادات، وإنما يريد أن يؤدوا العبادات بأريحية وطيب نفس وبعد عن المشقة ورفع الحرج الذي يتهددهم والذي يؤذي بهم إلى المضار وإلى العنت وإلى المشقة، لأن الله عز وجل يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر، كما قال عز من قائل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعض الناس لا يفهمون هذا المعنى في التشريع الإسلامي، وإذا ما جاءت المسائل أمامهم عمدوا إلى العزيمة فأفتوا بها، ويظنون أن مسألة التجديد على النفس هي الأمر المطلوب عادة، أو هو الأمر المطلوب أصلا للشارع، مع أن العزيمة هذه لا تؤدى إلا عند القدرة عليها. والله عز وجل ما أنزل دينه ليعذب الناس بهذا الدين، وإنما أنزله ليكون هذا الدين تيسيرا عليه وليكون أداؤه ميسرا في كل الأمور، كما قلت ليس في أمور العبادات وحدها وإنما أيضا في أمور المعاملات. فمثلا في أداء العمل الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان في أداء عمله إلا بما يطيق، فلا يجوز للإنسان أن يقضي وقته كدا وعملا وسعيا على المعاش، وإنما يجب أن يرحم نفسه من عنة المشقة، فيراعي أن لنفسه عليه حقا وأن لأهله عليه حقا وأن لبدنه عليه حقا، وأنه يجب أن يوزع الحقوق بالقسطاس على هذه الجهات التي عينها الشارع، ولا يجوز أن يظلم جهة على حساب الجهة الأخرى أو أن يظلم نفسه في سبيل أن يرضي الآخرين، وإنما عليه أن يحفظ نفسه كما هو مطالب بأن يحفظ حقوق الآخرين، سواء كان هذا الحق حق من حقوق الله عز وجل أو حق من حقوق البشر الذين يطالبونه بهذا الحق. في التعامل مع الآخرين يجب أن تكون هناك رحمة، فالمعاملات بتبنى على جانب الرحمة وعلى جانب الرفق بالناس، فلا يجوز للإنسان أن يحتكر الطعام، لأن احتكار الطعام فيه عنة بالناس وفيه بعد عن المشقة، ولا يجوز له أن يغش في معاملاته ولا أن يكذب ولا أن يحتكر الطعام بقصد الإغلاء ورفع السعر على الناس، كما نرى في أيامنا هذه من يستغلون الجوائح ويستغلون حاجة الناس إلى المطهرات وإلى المعقمات وإلى الأجهزة الطبية التي تقلل مخاطر الإصابة بالجائحة السائدة وهي فيروس كورونا، ويستغلون الظرف فيقدمون للناس سلعا مغشوشة أو يقدمون
سلعا ليست بالمعايير التي تمنع الداء أو تمنع الوباء، وبالتالي هذا نوع من العنت ونوع من القسوة في التعامل مع الناس، لأن الإنسان لا يجوز له أن يصرع على حساب الآخرين، ولا يجوز له أن يشق على الناس في سبيل أن يثرى هو من هذا الأمر. لا يجوز للإنسان أن يستغل حاجة الناس لإثراء نفسه وليضيق عليهم أو يشق عليهم. اللهم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق عليه. فالرفق بالناس من الأمور المطلوبة، فلا يجوز للإنسان أن يستغل حاجة الناس إلى السلع ثم يحجزها ويحتكرها ليرفع ثمنها عليهم من أجل أن يثرى، يعني قد يتسبب بفعله هذا في قتل الناس أو في إصابتهم بالداء أو في إهلاكهم أو في نشر الوباء، من أجل أن يزداد ربحه أو من أجل أن تزداد غنائمه من هذه المعاملة المحرمة. هذا أمر لا يجوز، وليس مما يتفق مع الأدب ولا مع الدين الصحيح ولا مع الخشية من الله عز وجل. أن يثرى الإنسان على دماء الآخرين أو أن يمص دماء الآخرين أو أموالهم من أجل أن يثرى هو ويفتقر الآخرون أو يموت الآخرون أو يهلكوا، هذا أمر يدل على أن الخشية من الله مفتقدة وأن مراعاة الدين ليست قائمة في هذا الأمر. كذلك أيضا ليس من الرفق ومن التيسير أن يستغل الإنسان الظروف فيخالف القواعد واللوائح والقوانين المنظمة للتعامل مع الناس. فبعض الناس مثلا يستغلون انشغال الناس بالعدوى بمقاومة العدوى وبالمقاومة الوباء الذي انتشر والذي يحرص كل إنسان وكل دولة وكل مجتمع على أن يتوقاه وأن يفلت من براثنه، ثم يستغل هذا الانشغال، شيء غريب، يستغل هذا الانشغال في سبيل أن يخالف القوانين فيما يتعلق بالمباني أو بالاستيلاء على المال العام أو بالاستيلاء على أراضي الدولة أو بتهريب الآثار أو غير ذلك من الأمور التي تمثل جريمة. يريد من يفعلها أن يخالف القانون مستغلاً الظروف التي تمر بها البلاد، وانشغال السلطات بمقاومة الأداء أو بمراقبة الناس حتى تيسر عليهم الأمور وحتى تساعدهم في الإفلات من براثن هذا الداء ليخالف القوانين. هذا مثله كمثل من يحتكر الطعام أو يحتكر السلع الضرورية من أجل أن يثرى، هذا يستغل مصائب الناس من أجل الإسراء. ذلك ليس من التيسير، وإنما التيسير أن يكون الإنسان رفيقا بالناس مساعدا لهم في هذه الأمور متعاونا معهم على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان. كذلك أيضا في جانب الأحوال الشخصية وفي جانب الأسرة، القاعدة قاعدة التيسير ورفع الحرج مبنية في كل مرحلة من مراحل بناء الأسرة، فمن الواجب على الأسر أن تيسر على بعضها في مسائل إقامة الأسرة. لا يجوز أن يكون هناك عنت، ولا يجوز أن تكون المسائل المادية هي الفيصل في هذا الأمر، بل إن الشرع حين حرم الاختلاط بين أو الاختلاط غير العادي بين الرجل والمرأة الأجنبية، الأصل أن المرأة الأجنبية محرمة على الرجل، فالأصل في الأبضاع التحريم وهذه قاعدة شرعية. لكن هذا الأصل في سبيل أن يقترن الإنسان وأن يتعرف على من يريد أن يتزوجها وأن يعني يتقرب منها حتى يكون ذلك التقرب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذم بينكما. هذا التعارف أباحه الشارع مع أن الأصل في الأبضاع التحريم وعلى أن الأصل في المرأة الأجنبية أنها محرمة على الشخص، لكن الله عز وجل أباحه في هذه الحالة، وذلك قصدا لتحقيق مقصود أسمى وهو الترابط الأسري وقيام الزواج على أساس تعارف وعلى أساس علاقات إنسانية واجتماعية سوية تساعد على تحقيق مقصود الله عز وجل من إبرام هذا العقد الذي يعتبر من أهم العقود التي يبرمها الإنسان في حياته، والتي يمثل أهم العقود الشرعية على الإطلاق، لأنه العقد الذي يحقق مقصود الله من خلق الإنسان.
حين جعل الناس خلائف، عقد الزواج هو الذي يحقق هذا المقصود الشرعي. ومع مراعاة أن التعارف بين الخاطب والمخطوبة ليس شراء لسلعة حتى يتخذ شكل الأسلوب المادي فيتعلق بالنظر إلى الوجه أو إلى الجسد أو إلى مفاتن الجسد أو ما إلى ذلك، بل هو نوع للتعارف الراقي، وليس بشرط أن يدخل في التفصيلات الجسدية بالنسبة للمخطوبة أو بالنسبة للخاطب، ليس المراد ذلك. فإن الإنسان يجب أن يفرق بين شراء الأشياء وبين التعارف الآدمي الإنساني الذي يستهدف إقامة أسرة، ليس المراد التعارف الجسدي، وإنما المراد به التعارف الإنساني الذي يقذف الله من خلاله المحبة والمودة والرضا في قلب كل من الطرفين حتى يبدأ العلاقة مع بعضهما على أساس نفسي واجتماعي سوي وسليم، ويكون ذلك تمهيدا لنجاح العلاقة الأسرية فيما بعد، ولا تتعرض للفشل أو للزوال عندما يصطدم الزوجان ببعضهما بعد ذلك، ويكتشف كل واحد منهما أنه كان بعيدا عن الآخر وأنه ليس على وفاق مع الآخر، فتفشل الأسرة بعد أن يكون الطرفان قد قطع شوطا كبيرا فيها وغرم علاقة باءت بالفشل وأموالا، وقد يكون من هذا الزواج أولاد فيتعرضوا للهوان وللضياع وللمشقة. ذلك أن فشل الزواج أو فشل العلاقة الأسرية بتترتب عليه مضار اجتماعية بالنسبة للطرفين وبالنسبة للأسرة وبالنسبة للأولاد وبالنسبة للمجتمع ككل، فالمجتمع هو الذي يدفع ثمن هذا الفشل في النهاية. ولذلك أباح الله هذا التعارف تيسيرا على الناس ورفعا للحرج عنهم حتى لا يصطدم الزوجان بعد ذلك بالتلاقي بينهما ويكتشف كل واحد منهما أنه غريب عن الطرف الآخر أو لا يطيقه أو لا يود الاستمرار معه. كذلك أيضا اليسر في كل أنواع المعاملات الشرعية التي فرضها الله عز وجل. إذا خير الإنسان بين أمرين لابد أن يختار الأيسر، إلا إذا كان هذا التيسير سيؤدي إلى الضياع، وذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالإنسان طبعا العقل هنا بيبقى له دخل في إدراك اليسر والعسر في الأمور، يعني معيار التفرقة بين الميسور والمعسور ربما لا يكون نصيا، لأن الله عز وجل قد أعطانا العقل وأعطى هذا العقل القدرة على اكتشاف ما في الأمر من يسر ومن عسر. يعني لما أجي أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الميسور والمعسور، فإذا خير بين هذين الأمرين اختار الأيسر. في هذا الحديث ما يدل على أن معيار التفرقة بين المعسور والميسور معيار عقلي، لأنني بالعقل أستطيع أن أقول إن في هذا الأمر يسر وفي هذا الأمر عسر، في هذا الأمر رأفة وفي هذا الأمر مشقة، فأفعل ما فيه رأفة وأبتعد عن ما فيه مشقة. هذا أمر يستطيع الإنسان أن يدركه بعقله السوي وبفطرته السليمة، فيستطيع أن يفرق بين هذين الأمرين. ولذلك كان العقل من الأمور التي تستطيع أن تفرق في هذا المجال بين ما هو ميسور وبين ما هو معسور. والإنسان مطالب بأن يستعمل عقله، لأن العقل من مهمته أو من رسالته أن يساعد الإنسان في الوصول إلى هذا الأمر، أنه يدرك ما هو ميسور وما هو معسور فيفعل ما هو ميسور ويبتعد عما هو معسور بالعقل. وحتى الإنسان يستطيع أن يدرك ذلك حتى في مجال التطبيب وفي مجال العلاج وفي مجال التداوي، يستطيع الطبيب أن يدرك أن هذا الداء يمكن أن ينتهي باستعمال نوع من العلاج. صحيح العلاج فيه نوع من المشقة، ولكن مشقة استخدام العلاج أهون من مشقة استمرار الألم أو استمرار المرض. هذا الطبيب يستعمل ذلك بعقله فيزن الحالة ويقدر للعلاج قدره، فإذا وجد أن داء معينا أو مرضا معينا بقاؤه يمثل ضرر شديد، هذا الضرر الشديد يمكن أن يدفع بضرر أقل، ففي سبيل دفع الضرر الشديد الذي يؤدي إلى التهلكة بتحمل ألم أقل، وذلك من خلال إجراء العملية أو تحمل مرارة الدواء
أو قسوة العلاج أو المكس تحت يد الطبيب أو الاحتباس من أجل التداوي أو حتى مجرد الاحتباس من أجل الوقاية من المرض، هذا يعتبر موازنة عقلية يمكن للإنسان أن يدرك نتائجها بنفسه وبعقله ويفعل ما فيه مضرة وينتهي عما فيه مضرة ويفعل ما فيه مصلحة، وذلك أمر يدركه العقل من خلال الموازنة بين المضار والمفاسد وبين ما هو مطلوب وبين ما هو منهي عنه في دين الله عز وجل. من مظاهر التيسير ورفع الحرج أن الله تبارك وتعالى قد جعل حفظ الأبدان مقدم على شعائر الأديان، وذلك من باب التيسير على الناس ورفع الحرج عنه، فإن المشقة قد تضر بالنفس وقد تضر بالبدن، وبالتالي قدم الله حفظ البدن على أداء شعائر الأديان، وذلك من باب التيسير على الناس ورفع الحرج عنه. ومما يترتب على ذلك أن مسألة التعارض بين حفظ الأبدان وأداء الشعائر إن بيترتب على رجحان حفظ النفس على أداء العبادات جملة من الأمور التي يمكن أن يكون لها أثر في التطبيق المعاصر أو التطبيق الحالي المتعلق بمقاومة الداء أو الوباء العالمي. فمن ذلك مثلا أنه إذا كان حفظ النفس مقدم على أداء الشعائر يبقى معنى ذلك أن إغلاق المساجد وتعليق الجمع والجماعات والأعياد والاحتفالات يكون ذلك يبقى حفظ النفس مقدم على هذه الأمور، ويتأخر أو يتراخى إتيان هذه الأمور في سبيل حفظ النفس عن التضحية بالنفس وإتيان هذه الأمور. فلا يجوز أن يكون فتح المساجد وأداء الشعائر جماعات ومع التزاحم وغير ذلك وسيلة لإهلاك النفس، هذا ليس من التيسير ورفع الحرج، وإنما هو من باب العنة بالناس، ولذلك بيترتب على أرجحية حفظ الأبدان إن يجوز حفظ يجوز تقديم حفظ الأبدان على صلاة الجمع والجماعات وغير ذلك من الشعائر التي تقتضي التجمع بما يؤدي إلى زيادة العدوى وإلى إهلاك النفوس. وطبعا الآيات القرآنية في الأدلة في هذا المعنى كثيرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقول الله عز من قائل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإمام القرافي في الفروق له عبارة جميلة يقول إن من أعلى المشاق التي تنفك العبادة عنها الخوف على النفوس، الخوف الخوف على النفوس يعني مجرد الخوف وليس الوقوع في سبب الهلاك، الخوف على النفوس والأعضاء والمنافع، ده مش النفس بس، ده الخوف على عضو من الأعضاء أو على منفعة من المنافع التي تتعلق بمصالح البدن، فتوجب التخفيف لأن حفظ هذه الأمور هو سبب حصول مصالح الدنيا والآخرة، فلو حرصنا على ثواب العبادة مع فواتها لذهب ما يفوق هذا الثواب ويضيعه. ذلك ما يقوله الإمام القرافي، وهذا يدل على أن التيسير كذلك أيضا مش إغلاق المساجد بس، ده إغلاق المسجد الحرام والمسجد النبوي في سبيل حفظ النفس، لأن حفظ النفس يقدم على هذه الأمور. كذلك أيضا مخالفة القواعد الفقهية الحاكمة للترخيص يعتبر جريمة كبرى، يعني الإنسان اللي بيتعمد أن يترك نفسه للهلاك بالعدوى ده يعتبر كقاتل نفسه، وكذلك أيضا من يتعمد نشر العدوى هذا يعتبر متسبب في قتل نفوس كثيرة، وقد يكون ذلك من باب القتل بالتسبيب أو من باب القتل الخطأ إذا أهمل الإنسان في حق نفسه ولم يتخذ من وسائل العلاج ما يحفظ نفسه في هذا الأمر. من الأمور أيضا التي تترتب على حفظ أن حفظ الأبدان مقدم على أداء شعائر الأديان تيسيرا للناس ورفعا للحرج عنهم أنه يجب رد الأمر لولي الأمر في التعامل مع الجائحة، وذلك عملا بقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية الكريمة تدل على وجوب رد الأمر لله تبارك وتعالى ولرسوله، وبالتالي لا يجوز للناس أن يتركوا آذانهم لمن يقول كلاما يصل بهم إلى الشرق وكلاما يصل بهم إلى الغرب،
فيؤدي ذلك إلى التضارب وإلى البلبلة وإلى إحداث الفتنة، وذلك مما يعرضهم للهلاك أكثر وأكثر. كذلك أيضا مما يترتب على ذلك الالتزام بالعزل المنزلي، لأن توجيه ولي الأمر يقول ذلك، فالالتزام بالعزل المنزلي يعتبر من التفريعات أو من المصالح التي تتفرع على هذه القاعدة، ومنه أيضا المباعدة الجسدية بين المتلاقين تلافيا للعدوى. كذلك أيضا مما يدخل في باب طاعة ولي الأمر تحريم احتكار السلع والخدمات وقت الأزمة، ده مش تحريم، لا، تجريم الاحتكار. إذا كان الاحتكار يمكن أن يعاقب عقابا ماليا في غير وقت الأزمة، فإنه في وقت الأزمة يعتبر ذلك من باب التجريم. وكذلك أيضا تغليظ مخالفة النظم والتعليمات، ولا يجوز استغلال الأزمة للتدين الكاذب، الذين يتباكوا ويحرصون على أداء الشعائر وعلى فتح المساجد وعلى غلق المسجد النبوي والمسجد الحرام، هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى مأرب، وهو هلاك الناس في سبيل أن يرتاحوا وأن ترتاح، لأنهم لا يريدون إقامة الشعائر، لأن من يقيم الشعائر لابد أن يقيمها بالموازين الشرعية، وهي أن حفظ الأبدان مقدم على أداء شعائر الأديان. وبالتالي هذا التباكي يعتبر نوع مأرب أو اختلاس مأرب كاذب بالتدين الكاذب. كذلك أيضا لا يجوز أن يترك الإنسان نفسه للهلاك حتى يحظى بالشهادة كما يظن البعض، إن دفع المباءة مقدم على طلب الشهادة أو على جلب الشهادة. أعتقد أن القاعدة بهذا القدر تكون قد اتضحت معالمها، خاصة في ضوء المستجد الذي حدث في أيامنا هذه، وهو الإصابة بفيروس كورونا، الذي يدل يعني وجوده في هذه الدراسة على أن القواعد الفقهية بتساعد الأحكام الشرعية على أن تكون حاكمة للمستجدات التي تطرأ في حياة الناس، وأن تقدم الحلول الصحيحة الشرعية الصحيحة والموافقة لشرع الله عز وجل من أجل النجاة ومن أجل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للفهم الصحيح لدينه، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء هذا، وأن يحفظ الدنيا كلها، وأن يحفظ كما يحفظ بلادنا هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.